بصبح على حضراتكم من جديد، وخلونا دلوقتي نروح نصبح على زميلتنا في الاستوديو ليندا عشان نعرف منها اخر اخبار الطقس والعملات واسعار الذهب. صباح الخير عليك يا ليندا. صباح الخير بسنت. صباح الخير احمد. قبل الطقس والعملات واسعار الذهب، نعرف بقى ليندا يعني صاحبه الطاقه الايجابيه في المكان، ازاي بتتعاملي مع الناس اللي بتطلع طاقه سلبيه؟ بتهربي ازاي منها؟ بص يا احمد، انا الحقيقه مؤمنه ان العقل السليم في الجسم السليم، وبالتالي لما يكون عندي طاقه سلبيه او تصدرت لي طاقة سلبية بحب ألجأ للرياضة، لأن كمان علميا الرياضة لما بتلعب رياضة الجسم بيفرز هرمون الاندورفين، ده معروف بهرمون السعادة. فلما الواحد يلعب الرياضة يعني تلقائيا بيبقى مبسوط. ما بيتباعش الهرمون ده يعني. اتفضلي. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية، والبداية هتكون مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 19.17 والشراء سجل 19.10. اليورو البيع سجل 19.51 والشراء سجل 19.42. الجنيه الاسترليني البيع سجل 23.10 والشراء سجل 23 جنيه. الفرنك السويسري البيع سجل 20.15 والشراء سجل 20.06. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.82، أما الشراء فسجل 2.81. الريال السعودي البيع سجل 5.10 والشراء سجل 5.08. الدينار الكويتي البيع سجل 62.52 والشراء سجل 62.19. وأخيراً الدرهم الإماراتي البيع سجل 5.22 والشراء سجل 5.19. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، في عيار 18 سجل 921 جنيه للجرام، أما عيار 21 فسجل 1075 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1229 جنيه للجرام، وأخيراً الجنيه الذهب سجل 8600 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة الصبح، عشان كده النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي نشاط للرياح على بعض المناطق. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 31. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية.